بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، ومع جولات من الشك والإلحاد تيجي قضية مهمة: هل صلب المسيح حقا؟ وهل قام حقا؟ لأنه بعد 2000 سنة يسهل التشكيك، بمعنى أي واحد يقول ما يمكن ما حصلش. ولكن وإن كان يعصر الإثبات، لكن الحقيقة الإثباتات في القضية دي بالذات كتيرة قوي ومنطقية قوي. لو واحد قال هل المسيح مات بجد، نقول له بداية المسيح نفسه في تعاليمه قال كثيرا جدا أنا هتمسك واتصلب وموت وأقوم. وارجعوا للأربع أناجيل هتلاقوا الأربع أناجيل قالوا ان المسيح قال قبل صليبه انه هيصلب وانه هيموت وانه هيقوم. فلو كان المسيح له المجد مش هيتصلب، طب كان قال كده ليه من الاول؟ ما هي دي هتتحسب عليه. الحاجة التانية، ابسط اثبات لشخص مات وقام هو جسده وقبره. وهنا تعالوا نمشي بقى شوية مع حقيقة جسد المسيح أو الأحداث اللي حصلت وقت صليبه، وبعدين الأحداث المرتبطة بقبره. واللي بقوله ده بقوله باختصار شديد قوي، في كتب ضخمة أثبتت بشكل علمي دقيق جدا أنه إذا اتخذت ككيس، يعني قضية حقيقية في المحكمة، الشواهد والإثباتات تجزم تماما أنه مات وأنه قام. مثلا جسد المسيح، هما بيقولوا طب ايه البديل؟ لو واحد قال لك انه ما ماتش، قول له طب ايه البديل؟ يقول استخبى. طب راح فين بعد كده؟ ظهر فين؟ طيب امال مين اللي مات؟ واحد شبهه مثلا. طيب والالافات اللي حواليه مش عارفين ده هو ولا لا، وامه اللي واقفه تحت صليبه مش عارفه ده يسوع ابنها ولا لا، ويوحنا الحبيب اللي معاشره 3 سنين مش عارف ده هو ولا لا، وإيه قيمة واحد يموت بداله بعد ما هو قال أنا هموت؟ وهل دي من صفات أو سمات شخصية المسيح أنه كذاب، أنه مدعي، أنه مستغل لواحد من أصحابه أنه يموت بداله؟ ولا دي من صفاته الكاملة أنه اللي بيقوله بيعمله، وأنه زي ما قال مات قال أنا هقوم؟ تعالوا نمشي بقى مع أحداث الموت نفسه أو الصليب. ربنا يسوع له المجد، أخذ من جسيماني بحراسة شديدة، وكان في علامة انه هو ده بالذات قبلة يهوذا، وبالتالي يهوذا عارفه كويس قوي ومش ممكن هيغلط فيه. تمت محاكمته حوالي 5 مرات طول الليل. وفي القانون الروماني لابد من التعرف على المتهم قبل اي حاجة، التأكيد من هويته قبل اي حاجة حتى لو معروف. بيلاطس حكمه، هيرودس حكمه، قيافة حكمه، ولف بين رجع لبيلاطس تاني، وحنان وقيافة خدوا معاه جولات. ايه ده كله ده؟ كل ده هل واحد تاني ولا هو؟ وكل ده كان المسيح بيتنبأ عنه قبل كده، ده غير نبوات العهد القديم. وقع عليه الجلد. لو هو شخص اخر غير المسيح، والجلد مبرح جدا، مرعب في وجعه، كان بالسهل يقول مش انا. انما المسيح له المجد، ما ينفعش يقول مش انا لانه هو نفسه. ولما تقال له أنت المسيح ابن المبارك قال أنا هو. في المحاكمة قال كده وأثبتت عليه. اتحط عليه الصليب لما أعلن أنه ملك اليهود، لما سخروا بيه كملك. لا، كل ده كانت أحداث ما بين بتؤكد أنه هو المسيح، وأيضا تؤكد أنه عمال يقترب من الموت. ليه؟ حسب الدراسات الطبية، عملية الجلد في الزمن ده كانت بتموت كتير من الناس اللي بيقع عليهم قرار الجلد، لدرجة ان قرار الجلد في ذاته هو حكم اقرب الى الاعدام، لانه بتبقى كل صوت، كل جلدة عبارة عن 3 جلدات، لان الصوت له 3 كده سيور، فاخرهم كور حديد، فكل جلدة بتمزع في جسمه وتقطع في جلده وبتطلع كمية دم ونزيف كتير ما كانوش بيكملوا 40 جلدة. وبالتالي ربنا يسوع نزف كتير قوي في الليلة دي، والنزيف ده لوحده ممكن
لو ما تلحقش يقضي عليه جسديا. بعد كده مشي لغاية الجبل، لغاية الجلجسة، والمشي ده كان شايل في الصليب وبان انه ما قدرش يكمل، وده طبيعي جدا مع واحد تعرض لهذا الجلد، انه مهما كان شاب وقوي انما خلاص القوة تخور، وحملوا الصليب على سمعان القيروان. عند الصليب دخلت المسامير في الأماكن المعروفة اللي تحتمل أن الإيدين ما تتمزعش، فبتدخل هنا في المنطقة دي اللي فيها عبارة عن عظام صغيرة بتقفل على المسمار كأنه إيه، مسمار بصامولة كده، وبالتالي بتفضل الإيد معلقة عشان جسم ثقل الجسم، لو هنا ممكن ياخد الإيد ويقع. طبعا ده شيء بيجيب شوك أو بيجيب ألم فظيع، بيجيب صدمة عصبية عنيفة جدا أحيانا توصل للوفاة، لكن المسيح ما ماتش بالطريقة دي. عندنا ثلاث مسامير كبار، المسمار الواحد موجود في بعض الكنائس العالم الأجنبية، يعني حاجة ضخمة كده، شيء مرعب. وبعدين على الصليب الوضع مؤلم بشكل صعب جدا، وهو ده لوحده بيموت. ليه؟ لأنه مع النزيف المستمر من الشوك والجلد والمسامير كل ده بيعمل نزيف. المسيح لو المجد معلق على مسمار، احنا ليه بناخد نفسنا بارتياح؟ لأن احنا واقفين على أرض، فلو ماشي على الأرض بقدر أخد شهيق فإيه الرئتين تتفتح، وبعدين أخد زفير وأطرد. هو الواحد وهو بياخد شهيق هو بيدوس على الأرض عشان الرئة تقدر تتفتح. مع كل شهيق كان المسيح لازم يدوس على المسمار، مزيد من الوجع ومزيد من النزيف. وبالتالي كان كل كلمة بيقولها وهو بياخد نفسه كانت قاسية جدا عليه. عشان كده كلمات المسيح هي لوحدها حمل عليه شديد جدا في ألام. ربنا يسوع على الصليب قال قد أكمل، في يديك أستودع روحي. كل دي إشارات صريحة واضحة إنه بيموت في اللحظة دي. المسيح لو المجد ما ماتش ودفن على طول، وإلا يبقى في مجال للتشكيك في اللحظة دي. المسيح لو المجد مات نحو الساعة الثالثة اللي هي التاسعة 3 الظهر، وفضل متعلق على الخشبة لغاية 5 بعد الظهر، يعني في ساعتين أي واحد شايف الصليب شايف إن النفس وقف، وبالتالي الموضوع صريح وواضح، مفيش كلام ومفيش نفس كمان، لأن مفيش نفس يبقى مات ساعتين. عشان يتأكدوا من موته جه العسكري طعنه بالرمح لغاية ما دخل لغاية ناحية القلب، فخرج منه دم وماء، وليه تفسير علمي إن بيبقى فيه غشاء بلوري حوالين القلب اتجمعت فيه مية كتيرة قوي نتيجة النزيف والإرهاق، المية دي طلعت مع الدم على غير طبيعة أي شخص عادي بيموت، لكن هذا الرمح يكفي تماما لقتل أي إنسان حتى لو ما كانش تعرض لولا حاجة من اللي فات. كان القانون الروماني لازم يتأكد من الموت قبل الدفن، من هنا كسروا ركب اللصين، لأن لما تتكسر الركبة ما يقدرش ياخد نفسه، مش بس وجع الركبة أو الشوك الشديد ده، إنما كمان ما يقدرش يحمل خلاص على أي حاجة، فبيتخنق زي اللي متشعلق كده من رقبته أو اللي بيتخنق مشنوق. إذن ربنا يسوع كل اللي حصل له يكفي لقتله وموته 10 أضعاف. لما أنزلوه من على الخشبة كان في مريم أمه في استقباله، يوحنا الحبيب، نيقوديموس، يوسف الرامي، مجموعة من اليهود، مجموعة من جنود الرومان، كل دول ما تأكدوش إن كان مات ولا لا بعد كل الأحداث دي. هل تكسر أم إنها تدفن ابنها دون إنها ما تتأكد إنه مات ولا لا؟ وبعدين دفن في قبر القريب، لأن احنا اتزنقنا في الوقت خلاص، لأنه السبت داخل وفي السبت ما يقدروش يشيلوا الميت ويدفنوه، فلازم قبل 6 مساء كان يوضع في قبر يوسف الرام. ومن هنا جت فكرة الحنوط، هل المريمات لو شاكين انه ما ماتش هيجيبوا حنوط بعدها بليلة او يعني بليلتين بالظبط في فجر الحد عشان يكملوا تكفينه
وهما بيحبوه قوي هيكفنوا واحد في احتمال في شبهة انه ما ماتش. كل دي يعني إشارات دقيقة جدا وبراهين مقنعة عقلية وعلمية انه لازم المسيح له المجد يكون مات، بالإضافة ان هو نفسه قال كده، النبوات قالت كده، كل الفكرة مبنية على كده. بمعنى ايه؟ وهل يخلص البشر بدون موت المسيح المخلص؟ إذن في ضرورة طبيعي المنطقي ان المسيح جاء ليخلصنا، جاء ليبذل نفسه عن خطايانا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به. والمسيح تنبأ عن أو تكلم عن رفعه على الخشبة، وكل ده كل الأحداث دي سبق وقال للتلاميذ أنها تحصل. لما ندخل بقى في التشكيك في قيامته، ما هو الشيطان بيلعب لعبتين، يا يشكك في قيامته ودي تهمه قوي الشيطان، لأنه لو المسيح أم من الموت يبقى مش محتاجين إثبات آخر أنه هو إله حقيقي، لأنه لا يقدر إنسان أن يقوم من موته، لكن المسيح أقام الموت وقام هو أيضا من الموت. الأنبياء اللي سبقوا يمكن قوموا موته بس بقوته، إيليا وإليشع وكده، لكن المسيح أقام ويقيم ذاته لأنه هو إله حقيقي. فالتشكيك في القيامة بالنسبة للشيطان مهم، وأحيانا لما يلاقي أن حججه في التشكيك في القيامة ضعيفة يشكك في الموت فيقول لا مات ولا قام من أساسه، ودي ضعيفة ودي ضعيفة. حكاية بقى كيف نصدق أنه قام؟ ببساطة عندنا نص صريح في الكتاب في الجيل الأول إيه القصة البديلة لقيامته؟ يعني الرسل قالوا قام. القصة البديلة الوحيدة اللي اقترحها بتوع الهيكل، دفعوا فلوس للعساكر قالوا ايه، قولوا التلاميذ جم وسرقوا الجسد واحنا هنغطي على العملة بتاعتكم. طبعا الكلام ده ضعيف جدا. ليه؟ منين تلاميذ مرعوبين هيجوا يتجسروا يسرقوا جسد من عساكر رومان مرعبين؟ منين تلاميذ خابت املهم شكوا اساسا فيه وما قدروش يقفوا للجماعة اللي جايين ياخدوه ليلة صليبه، هيقدروا يتجسروا يقفوا قدام العالم كله يسرقوا جسد؟ منين تلاميذ شايفين حجر ضخم مش ممكن يحركوه هيفكروا ان هم يحركوه في الفجر ولا بالليل عشان ياخدوا جسده؟ ثم ايه قيمة اللي بيعملوه لما يسرقوا جسده؟ هنقول عشان يروجوا لقيامته، وهم لو روجوا الكذبة هم عارفينها كانوا يتحملوا الاستشهاد بعد كده؟ كانوا يقدروا يقفوا قدام ولاة وملوك يأكدوا على الكذبة؟ وإيه اللي كسبتهم الكذبة دي إلا الغلب والأسى والاضطهادات لغاية ما ماتوا كلهم شهداء ما عدا يوحنا الحبيب؟ إذن هي ليست كذبة، هو دفاعهم عن القيامة واستشهادهم بسبب حقيقة القيامة تؤكد إنها حقيقة. ما كانش حد قادر فيهم يقول إلا إن المسيح قام. الحاجة التانية عندنا القبر فارغ. القبر الفارغ مازال موجود وكان موجود من زمانها. لو الناس هتسرق جسد ادعي إن هم يشيلوا الأكفان من عليه أو اللي ملفوف بيه، وادعي إنه يرصوه كأنه سرير بيترتب، إيه قيمة ده بالنسبة لواحد بيتسرق سرقة؟ ايه معنى الكلام ده؟ حتى ما يمشيش خالص مع المنطق في السرقة. الحاجة التانية ندخل بقى في كمية شهود القيامة. ما حدش رايح للقبر متوقع القيامة. يعني القيامة بالرغم ان المسيح قالها قوم كذا مرة، لكن من كتر اللي سمعوه عن الصليب ومن كتر الجو العام الكئيب اللي بيقول المسيح مات وخلص، محدش متوقع. اذا كون كلهم صدقوا القيامة ودافعوا عنها وشهدوا بيها وهي مش متوقعينها ولا مرتبينها، دي لوحدها حجة منطقية اخرى. مريمات واخدين الاطياب معاهم، طب الاطياب دي دليل ايه؟ دليل انه مات، ومش عندهمش ادنى توقع انه هيقوم. كون بطرس يوحنا يجروا، حتى يوحنا يقول آمنوا لأنهم لم يكونوا قد آمنوا بعد، آمنوا بالقيامة لأن ما كانتش قريبة لدماغهم. ف
في نفس اليوم المسيح يظهر لتلميذه عمواس، في نفس الليلة يظهر في العلية للحداشر تلميذ، يبتدي يظهر، ظهر لبطرس، ظهر ليعقوب، ظهر للتلاميذ على بحر طبرية، ظهر لخمسمائة واحد في جبل الزيتون، ظهر يوم صعوده، توالت ظهوراته. وفي كثير من الظهورات يقول لهم تعالوا جسوني لحسن تقولوا روح، ما هي الروح لا تموت ولا تقوم، إنما إيه اللي يقوم لازم يبقى جسم يتحس. وقعد معاهم وكال عشان يثبت انه في حياة حقيقية جسدية. صحيح احنا بنقول الجسد الممجد لا يحتاج ان يأكل، لكن ربنا يسوع عمل الحكاية دي عشان يؤكد انه قام حقا. اذا كل الاحداث دي تؤكد انه بجد قام. يبتدي بقى التلاميذ يعيشوا حقيقة القيامة وتبقى في لسانهم. اللي يقرأ سفر الاعمال يلاقي الرسالة الاساسية اللي بينادي بيها التلاميذ ويقف بيها قدام العالم، المسيح قام. كل الدنيا ضدهم، الرومان ضدهم واليهود ضدهم وهم مصرين. طب واحد ليه يصر على حاجة ملهاش صدى، الناس مش قابلاها، وهم ناس ضعف أساسا، التلاميذ موقفهم ضعيف جدا بالنسبة للرومان أو اليهود، إنما مصرين تماما وبإصرارهم بحقيقة القيامة. الحقيقة دي انتشرت واستمرت وغزت العالم لأنها حقيقة، بينما كل الادعاءات الأخرى سقطت كده كأوراق الشجر، وكل الناس أو أغلب الناس أمنت بقيامة المسيح. المعجزات اللي حصلت بعد كده تؤكد أن المسيح القائم الحي، المسيح يعمل فيهم، يقول أنا معكم كل الأيام. لو المسيح مات بس وما قامش، منين التلاميذ جابوا قوة يعملوا معجزات؟ منين قدروا يفتنوا المسكونة ويبشروا في العالم كله؟ منين غيروا دماغ ملايين من البشر؟ ازاي الصيادين والعشارين البسطة يقدروا يعملوا ده كله لو ما كانش الرسالة اللي بيقولوها رسالة صادقة حقيقية وأيضا معهم الروح القدس؟ حاجة تاني كمان مهمة، لما المسيح له المجد أكد على قيامته. ربنا يسوع كان قال قبل كده حبة الحنطة إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر كثير. وشرحها القديس بولس وقال لو أنتوا بتسألوا عن القيامة إنها حاجة مش منطقية، أديكم مثل ده. بولس اللي بيقول البذرة اللي بنزرعها بذرة بتموت في الأرض، إنما هي نفسها بتطلع شجرة ضخمة جدا فيها ملايين من البذور والثمار في المستقبل، وبالتالي الحكاية تبتدي بموت وتنتهي بحياة. ثم إنه هو ده الغرض الأساسي لمجيء المسيح. المسيح جه عشان يموت ويقوم فيعطينا قوة القيامة، يعطينا الحياة الأبدية، يرفع عننا حكم الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ يبقى اللي احنا بنقوله منطقي جدا، بديهي جدا، ماشي مع الأحداث بشكل واضح وصريح. كل التفاصيل اللي حصلة كانت تؤكد تماما صدق الموقف. اكتشفوا كفن ربنا يسوع له المجد وموجود في بلد اسمها تورينو في إيطاليا، والكفن يؤكد تماما تفاصيل ما سجله الأربع الإنجيلين الأربعة، لأنه الكفن مطبوع عليه بسبب دم المسيح مكان جراحات المسيح، المسامير، الجلدات، الشوك، التشوهات اللي حصلت في جسمه بسبب كل الألام اللي عدت عليه. كفن ده مازال باقي إلى الآن بشهادة العلماء، ينطبق تماما على زمن المسيح، مكان دفنه، تفاصيل الإنجيل، وكأنه وثيقة علمية تؤكد تماما الأحداث. حجة أخرى، لقوا وثيقة القرار اللي كتبه بيلاطس بإعدام يسوع الناصري، موجود لغاية دلوقتي في الفاتيكان ومكتوب فيه بالنص شكل المسيح وتفاصيله وشخصيته وقرار الإعدام وحصل إزاي. كل دي حجج وبراهين تؤكد موته وقيامته. تطلع بقى في القرون الأخيرة شوية أفكار ساذجة
عقيمة ضعيفة جدا عشان ترضي هوى الملحدين. زي واحد يقول ايه، ما يمكن اغمى عليه، هنمشي معاه، اغمى عليه، ولا واحد في الموجودين قدر يميز فيه نفس ولا لا، اغمى عليه، اتحط في قبر 48 ساعة او اكثر، لو مغمى عليه والنزيف شغال ما كان مات برضه، ومع كل العذاب اللي شافه مع الحربة، يعني ايه مغمى عليه. الحاجة التانية مثلا يقولوا انه غلطوا في مكان القبر. غلطوا في مكان القبر ازاي؟ اذا كان يوسف الرامي تقدم بطلب رسمي عشان يدفن عنده في نفس اليوم، والمكان كان قريب للصليب وكل الناس شاهدة، ومعروف ده قبر واحد غني، اصل لو قبور الصدقة او القبور كنا نقول احتمال اتلخبطوا في انهي قبر انهي مدفن، انما ده حاجة معروفة، وطبعا ده ترتيب الهي عشان يمنع الشك، مع غني عند موته، النبوة كانت بتقول كده في اشعياء 53. اذا حتى فكرة تحط في قبر تاني فالجسد غير الجسد، كلام ده كله كلام ساذج لا ينطبق على اي تفصيلات في الرواية اللي حكاها الانجيلين الاربعة، وفي المنطق الطبيعي والبديهي لأحداث صلب وقيامة ربنا يسوع. واحد زي القديس بولس وهو شخص بطبعه عقلاني علمي أو شخص منطقي، بدليل أنه هو كان متحامل جدا على يسوع الناصري في الأول، لما ظهر له المسيح وفضل يقول المسيح حي، هو أكثر من تكلم عن الصليب بعد الصليب، وتكلم عن القيامة بعد القيامة. طب يا بولس انت مش شخص عاقل ومش شخص واعي، طب هنقول التلاميذ دول ناس بسطة يمكن يؤمنوا بالغيبيات، طب وبولس الرسول هو كمان شخص يعني يضحك عليه، ولا ده شخص بطبيعة تفكيره ده احنا معتبرينه فيلسوف؟ اذا المنطق بيلعب معاه دور كبير، طريقة تفكيره فيها منهج وفيها عقلانية، انما امن تماما، صدق تماما، شاف المسيح القائم، شهد لصليبه، شهد لقيامته أكثر مما شهد أحد. قيامة ربنا يسوع هي سر تغيير كل البشرية. لو كانت الحكاية كلها ملفقة، إيه اللي يخلي خطاه يتوبوا؟ وإيه اللي يخلوا شباب يستشهد؟ وإيه اللي يخلي ناس تتبتل وتعيش في الصحراء؟ كل ده على رواية ملفقة، ولا دي حقيقة قوية دافعة لتغيير البشرية كلها؟ فلقينا ملايين من البشر مستعدين للاستشهاد، آلاف وملايين مستعدين للكرازة والموت من أجل المسيح، غيرهم بيسيبوا مباهج الدنيا وعشمانين في السماء بإيمانهم بقوة القيامة، وأصبحت كل التسابيح وكل الألحان وكل الأيقونات وكل التراث المسيحي مبني على صلب وقيامة ربنا يسوع، له كل المجد. أجل نقطة أخيرة، البعض يقول طب إذا كان المسيح عاوز يموت ليه اختار الطريقة الصعبة دي؟ طبعا في عشرات من الأسباب المنطقية لاختار الصليب، أبسطها أن المسيح اختار يعيش عيشة العبيد، ودي موتة العبيد، موتة السادة بالسيف، لكن في زمانهم موت العبيد بالصليب. الصليب شجرة، فكرنا بشجرة الحياة. الصليب له علامة هيخليها في ايدينا الى الابد، وتبقى علامته في السماء عند مجيئه. الصليب هو الوضع اللي يموت فيه الانسان معلق بين السماء والارض، فبيعمل الصلح، يكلم الاب السماوي ويكلم البشر. الصليب هو الوضع الوحيد اللي يموت فيه الانسان فتح ايديه على الاخر عشان يحتضن البشرية ويقدم خلاص للكل. الصليب هو الموتى العلانية، لأنه مرتفع ففي آلاف يقدروا يبصوا عليه ويتأكدوا من لحظة صليبه. لو مات في أوضة أو في زنزانة ممكن كان يبقى التشكيك سهل، لكن موته العلانية قدام آلاف مؤلفة طبعا ده صعب قوي، يبقى فيه نوع من التشكيك. الصليب اقترن بأحداث في الطبيعة، فمات في الطبيعة، الصخور تشققت، القبور تفتحت، الجبال تزلزلت، كل ده، الثورة دي كلها مع غياب الشمس، كل ده كأن الطبيعة كلها بتشهد على هذا الموقف واللحظة التاريخية دي عشان ما حدش ينكرها أبدا للآخر. ما يجيش يوم حد يقول مع كل ده ما كانش هو اللي اتصلب.
شهادة ضعيفة وليس لها أي حجة، لأنه في الآخر كل دول شهود الطبيعة والتاريخ. حتى قائد المئة اللي شاف ده كله قال حقا كان هذا ابن الله، كان دي تؤكد أنه مات، مش هذا هو ابن الله، لا هو خلاص مات، لكن مع قوة موته بيحصل ده كله في الطبيعة، يبقى ده مش شخص عادي. المسيح له المجد اختار الصليب كمان عشان يعلمنا قد كده الخطية مرة والشر وحش والآلام دي كلها نتيجة خطايانا، وفي نفس الوقت بيعلن قد إيه بيحبنا حتى لو تحمل كم هذه الآلام، عشان كمان يقول لنا اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه إيه ويحمل صليبه، يبقى مستعد للوجع والتعب والموت والذل والهوان إلى هذه الدرجة. ملعون من علق على خشبة، فالمسيح اتعلق على الخشبة لكي يحمل اللعنة من الأرض شوكا وحسكا. يا آدم الأرض هتطلع لك الشوك، يجي في راس المسيح عشان يدفع تمن عملة آدم. كل دي معاني عميقة جدا مقتننة بموت المسيح على الصليب وأيضا بسر قيامته. بفكركم ان في فيسبوك للقاء بتاعنا، وياريت تبعتوا لنا ان كان في تساؤلات خاصه بالاسره او خاصه بالتشكيكات. والى لقاءات اخرى من برنامجكم سؤال محيرني، لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.